مع اقتراب المباراة المنتظرة مع المنتخب الأردني في مسقط ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، رفع منتخبنا الوطني من وتيرة إعداده للقاء عبر معسكره الحالي بمجمع السلطان قابوس الرياضي، حيث انتظم الفريق في هذا المعسكر منذ يوم الخامس من الشهر الحالي، وباشر تمارينه في فترات مختلفة ما بين صباحية ومسائية من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة خلال الأيام المتبقية، حيث تجلت الروح المعنوية والرغبة في تحقيق الانتصار على محيي الجميع نظرا لما تمثله هذه المباراة من أهمية كبرى لمنتخبنا في التصفيات. وفي ظل غياب الثلاثي حسين الحضري وأحمد حديد وعبد السلام عامر، بدأ الفرنسي بول لوغوين متفائلا بتعويض تلك الغيابات عبر الزج بوجوه تألقت في مباريات سابقة وأثبتت قدرتها وخبرتها الجيدة في التعامل مع مثل هذه المباريات، كما أن الجهاز الفني عمد في المعسكرين الأخيرين على استدعاء عدد من الأسماء التي سجلت حضورا قويا مع أنديتها في المسابقات المحلية حتى يكون جاهزا لجميع الاحتمالات، في ظل أنباء ترددت عن معاودة الإصابة للنجم عماد الحوسني الذي أكد القائمون على الفريق بعدها أنه قد تجاوزها وأصبح بإمكانه خوض مباراة الأردن. الزيارة الأخيرة لنا لمعسكر الأحمر لمسنا فيها تحفظا أكبر من جانب لوغوين فيما يتعلق بحديث لاعبيه لوسائل الإعلام، ورفض السماح لأي منهم في التحدث بغية التركيز على الحصص التدريبية، وهو الأمر الذي نقدره للمدرب الذي طالما كان متعاونا مع مختلف وسائل الإعلام. وعموما تبدو الصورة في التمارين الأخيرة أكثر وضوحا، وبدأ أن الفريق بدأ يتجاوز مسألة العامل البدني مع بداية الموسم، كما أن الجهاز الفني أكد استفادته الكبيرة من خوض اللقاءين الوديين مع اليمن وقطر، وأصبح هو الآخر على بينة من جاهزية فريقه للقاء.